السؤال لم يعد هل سيشهد الاقتصاد العالمي ركوداً كاملاً؟ بل أصبح هكذا، متى سيحدث؟ وما مدى عمقه وحدته؟ اقتصاد الكوكب يترنح بعد اجتياح كورونا والحرب الأوكرانية وارتفاع حجم الديون. المؤسسات الاقتصادية العالمية تعتبر أن 2023 سيكون عام الركود العميق. مع بداية عام 2021 كان العالم متفائلاً بالتعافي السريع من التسونامي جائحة كورونا التي أغلقت العالم، لكن ذلك لم يستمر مع اشتعال الحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية واستنزاف القدرة الشرائية للمستهلكين. لتشهد الأشهر الأخيرة من 2022 تباطؤ النشاط التجاري بشكل كبير، إلا أن الاقتصاديين يعتقدون أن الأسوأ لم يأتي بعد. الملياردير الأمريكي ستانلي داركن ميلر قال إنه سيندهش إذا لم يحدث ركود اقتصادي بحلول عام 2023. البنك الدولي أصدر مؤخراً دراسة تتوقع ركوداً حاداً العام المقبل، أي انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. التقديرات تشير إلى أن الركود الاقتصادي سيكون أكبر مما حدث مع بداية أزمة وباء كورونا، وأشد وطأة من الأزمة المالية العالمية في 2008 بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة في البنوك المركزية. العام الماضي كان البنك الدولي متفائلاً بتحقيق الاقتصاد العالمي نمواً في حدود 5.7%، لكن الأحداث الجيوسياسية المحيطة عكست التوقعات بتحقيق انخفاض النمو إلى 2.9% على المستوى العالمي. أوروبا والولايات المتحدة لم تسلما من الركود والتضخم. رئيسة البنك الأوروبي المركزي كريستين لاغارد خرجت بتصريحات صادمة وأعلنت أن القارة العجوز ستواجه ركوداً تضخمياً خطيراً بحلول عام 2023، بمعنى استمرار صعود الأسعار مع تراجع حركة التجارة. مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فضل اتباع سياسة رفع الفائدة لمعالجة التضخم الحاد، رغم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ينفي مواجهة بلاده أي ركود باعتبار أن معدل التوظيف لا يزال عند 3.6%. صندوق النقد الدولي يعتقد أن الأفق الوحيد للخروج من الأزمة العاصفة هو التعاون بين بلدان العالم.